مش عارف ايه رايح اشوف فجأة طلع منه بريق جميل ونور في جماله العيون ما تشوف ساعتها لقيت نفسي طاير لقيت نفسي طاير مع الكتاب العظيم والكنز المخفي أصبحت عليم باب العظيم كنز مخفي عظيم ارجع اليك ويكون اصحاب معايا نتفرج عليك كتاب حقيقي للاجيال ودن حقيقه ومش خيال حكايه النهارده ازاي كانت البدايه في يوم من الايام وفي البيت اللي في اخر الشارع اللي على الناصيه اللي هناك كنت قاعد مستني حد يكتشفني كنت لكتير من الناس زي أي كتاب من الكتب حتى العلامة المشهور الأستاذ عبقرينو ما كانش يعرف أني كنز مخفي وفي قوة عظيمة تكشف حتى العجائب المخفية في التاريخ قد إيه كان ممكن أساعد الأستاذ عبقرينو في أبحاثه لكن يا خسارة كان التراب مخبيني والغبار مليني لغاية ما يوم من الأيام جت فكرة عظيمة للأستاذ عبقرينو أنا كان عندي فكرة عظيمة لكن يا ترى كانت إيه هي؟ أيوة دلوقتي افتكرت الكتاب اللي أنا عاوزه في الصندرة آه على الأقل ده اللي أنا فاكره آه. الدربكة دي مش معقول كده ده الكتاب اللي أنا عاوزه وفي اللحظة دي سمسم ابن الأستاذ عبقرينو يدوب جه من المدرسة وكالعادة الكلب بتاعه كان مبسوط يشوفه ازيك يا شوشو كنت كويس النهاردة؟ عمل لك كيسة كده ليه يا شوشو؟ يا ابني يا حبيبي أنا عايز حد يساعدني يسر دخان حرية؟ ده حرية تعال يا شوشو ايه التراب الكتير ده؟ خلاص يا بابا أنا طفيت الحرية ما كانش فيه حرية يا واد يا بايخ ده بس شوية تراب دلوقتي بص شوف عملت ايه في الكتاب ده؟ أنا بس افتكرت إن عندك مشكلة وجيت أساعدك أنا شايف مشكلة لكن أكبر مشكلة عندي هي حضرتك أنت إيه رأيك في الكلام ده؟ مش أنا سبب الدربكة دي كلها أنا مش بلومك على الدربكة دي أنا بقول إن حضرتك ما بتساعدنيش لكن كل ده يتغير حالا لأنك تنظف الصندرة دي دلوقتي فاهم؟ الفوضى ممكن تستنى لكن بعد المدرسة وقت اللعب أي قانون بقول إنك لازم تروح تلعب بلاش كلام فاضي صدقني يا بابا أصل عندي واجب كتير ولازم أمشي استنى يا ولد عندك واجبك يتعمل بعد تنظيف الصندرة اسمع الكلام بالذوق مش هنضافها انت بتعاملني زي الخدام مش زي ابنك ليه لازم اعمل كل حاجة انت بتقولها بلاش لماضة يا فندي اظن ان ابوك واعرف كويس المصلحة فين كويس خالص طب ماشي هنضافها بس بقول مش تدفع خلي الشغل يحلو مش عارف ليه لازم ادفع لك فلوس عشان تبقى كويس انا لما كنت في سنك كنت كويس من غير حاجة على العموم ادي لك اذا نضفتها كويس ولا مفيش حاجة لكن يا بابا ايه رأيك يا شوشو تساعدني واجيب لك حاجة حلوة كرة مثلا هو التراب ده كله بيجي منين يظهر المكان ده ما تنضفش بقى سعيد يا سمسم بتعمل ايه عندك خلي بالك ها انا نطيت لما جيتي ما تخافيش يا فيفي انا بس بهزر معاكي لكن انا مبسوط انك جيتي ايه رايك تساعديني في تنظيف الصنداره دي ده كل اللي بعمله يا ستي ليه لا ممكن قوي زي ما بعمل اي حاجه تانية عظيم هذا الشغل اللي ما احبش اعمله في البيت لكن عشان خاطرك انت انا خدت لي هدر يا فيفي ها ايه الحكايه يا شوشو بص ايه الشعاع اللي حوالين الكتاب ده ها يمكن بيتهيأ لنا لكن ده احنا الاثنين شفناه ده كلام مظبوط خلينا نشوف اي كتاب هو لازم يكون هو ده بص على الكتاب ده عمرك شفت حاجة زي دي قبل كده؟ لا ما حصلش ده حاجة جميلة جدا يمكن يكون في حكايات مدهشة وصور عظيمة خلينا نفتحه ونشوف يلا
مش قادر احركه. ده مستحيل ينفتح. ايه ده؟ يمكن باباك يده. استنى انا قلت يلا دلوقتي هنشوف مين فينا الاول. تعالي يا فيفي امسكي من ناحيه وانا امسك من الثانيه. يلا يا سمسم. مش قادرة أصدق ده كتاب مستحيل. ده يمكن احنا مش من المفروض نفتحه. انا دلوقتي عايزة اشوف ايه اللي فيه اهم من اي حاجة. امنيتكم اتحققت. اسمحوا لي اقدم نفسي. انا الكنز المخفي. كنز المخفي؟ الكتب مش لازم تتكلم. انا ممكن اخدكم في مغامرات مدهشة اذا تأمنوا. احنا نصدق. خليكم معايا. آدم وحواء أول إنسان وإنسان على الأرض. تحبوا ترجعوا لأيامهم وتتقابلوا معاهم؟ لا أنا خايفة. ما تخافيش خليكي واثقة فيا وأنا هحميكي. هي دي كانت عدن؟ أيوة ودي واحدة من الأماكن اللي ممكن أخدكوا عليها. أنت حقيقي بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم جد. أنا مصدقة يا سمسم. يلا بينا. لكن نعمل إيه لو ما رجعناش تاني؟ صدقني وما فيش أبدا أي ضرر هيمسك. صدق وتقام. ها ها طبعا مضوا عنيكم وقادينا رايحين. هدوء. ازاي الواحد يعرف يركز يا شوشو؟ سمسم سمسم احنا فين؟ انا لسه مش عارف. ايوه افتكرت النور الغريب. عرفت ده كان الكنز المخفي. صحيح. يبقى احنا دلوقتي في جنة عدن. اهلا اهلا انا هنا. ده جزمه صاحب الانسان الالي. لكن كبير كده ليه؟ دي معجزة معجزة. لكن انا مبسوط جدا. وبتقدر تتكلم دلوقتي. معجزات عمر عملتي. انا تعودت افكر كتير لكن ما حدش سمع افكاري. لكن دلوقتي انا اقدر امشي لوحدي. 1 2 3 4 1 2 3. انا قوتي بتضعف. معجزه ولا مش معجزه يا سي جزمو؟ انت محتاج نملى لك السنبالك. انا حبيت شكل جزمو كده. اهو يا سي جزمو كله تمام. انا اشكرك جدا اشكرك. انا دلوقتي مستعد. 1 2 رايح فين جاي. 2 1 2 3. 1 يا خبر. انت ليه هتقف؟ تقصد ايه ده؟ خلي بالكم. الرادار بيقول في غرباء موجودين. ناس غرب فين؟ دول لازم يكون آدم وحواء. طب يلا خلينا نروح نقابلهم. استنوا انا اللي هحميكم. سميت ايه المخلوق ده يا ادم؟ سميته خروف داني. لكن ده وديع زي الحمل. الله شوف شكله جميل ازاي. هي كمان جميله. دي اجمل ست انا شفتها في حياتي. استنى شويه انتوا الاثنين. هي ممكن تكون حلوه لكن انا كمان حلوه ويمكن اما اكبر اكون احلى منها مش كده؟ طبعا يا فيفي. جمال ايه وبتاع ايه؟ انا بضحك عليكم. ايه ده مين دول؟ مش يلا نجري. مفيش وقت. انا عمري ما شفتكم قبل كده. اوه انا سمسم عبقرينه. وانا صاحبته فيفي. يا
جزمو. أنا اسمي جزمو. تعالي بص يا حواء، عمرك شفتي حيوان غريب زي ده عندنا في الجنة قبل كده؟ الاثنين التانيين زي البشر، زي ما يكونوا بني أدمين صغيرين. ده صحيح. سافرنا الأيام زمان عشان نقدر نقابلكم. أنتوا نسل من نسلي؟ أيوة مظبوط، ده أنتوا جدود 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 جدودنا. مفهوم، لكن المخلوق ده جزمه، هو حاجة من المستقبل جبتوها معاكوا تفرجونا عليها؟ على العموم أنتوا التلاتة دلوقتي في جنة عدن بيتنا، آدم وحواء رحبوا بيكم. مش معقول، ده حلم ولا خيال يا سمسم؟ أنا أشكرك، كلنا أشكركم، شكرا. تعالوا خلينا نفرجكم، هنتمشى ونتكلم، وهي سأل عندكم هنجاوبكم. الله، ده حاجة عظيمة أنا كنت أمشي من صفركم هنا. لكن هم ما تربوش هنا عشان عمرهم ما تولدوا يا شاطر. مفيش أب، مفيش أم، وحش خالص. دي حاجة صعبة علي أن أفهمها يا آدم، مفيش أب، مفيش أم. في حالتي أنا الله كان هو الأب والأم، هو خلقني وفي الواقع خلق كل حاجة. كل حاجة ممكن تتشاف وكل حاجة ما تتشافش. خلينا أشرح لك، في البداية كان موجود الله وحده، وبعدين الله قال يكن نور وكان النور، وبعدين فصل الله النور من الظلمة وعمل السماء، ومن المياه اللي تحت السماء جمع البحار وظهرت الأرض. وعلى الأرض أشجار ممكن تزرع كل أنواع المزروعات. عمل الشمس والقمر والنجوم وكل سمك البحر وكل حيوان الأرض وكل طيور السماء. وأخيرا خلق الإنسان على شبهه، يقدر يفكر وبحرية يختار اللي عايز يعمله. وكنت أنا الإنسان الأول، وقال الله إني محتاج معين يعني، وخلاني أنام وأنس. أنا عارفة، وبعدين الله أخذ ضلع من جنبك وعمل عروسة وجابها لك. طبعاً، دي العروسة دي لحم من لحمي، زوجتي الجميلة حواء. وهي دي القصة، إزاي أتيحت لنا الفرصة وعشنا في الجنة الجميلة دي، وأتمنى إنها ما تتنسيش أبداً. أنا هفتكرها طول ما أنا عايش. شكراً يا آدم. أوه، في حاجة تانية مهمة ما تنسوهاش. شايفين الشجرة دي اللي في وسط الجنة؟ بصوا عليها كويس. الله، أنا عمري ما شفت فاكهة حلوة زي دي. أنا جعانة. لا يا فيفي، ممنوع ناكل من الشجرة دي. بقى هو كده؟ الأكل منها بيعرف الخير والشر. الخير كويس والشر وحش وحش. لما الله حط الشجرة دي هنا قال لنا اوعوا تدوه ومعرفة الخير والشر، ويوم ما ناكل منها بالتأكيد رايحين نموت. نموت؟ بجد؟ ممكن تاكلوا من اي شجرة تانية، لكن افتكروا اوعوا تاكلوا من الشجرة دي. لازم نفتكر. انا مش فاهمة حاجة، لكن هعمل اللي بتقول عليه. دلوقتي جه وقت النوم. اليوم الجميل ده كله يصحى. يلا جي وقت الصحيان. صباح الخير يا سمسم. صباح الخير يا لنوم كتير. نمتوا كويس كلكم؟ ده انا نمت نوم. ما تيجوا تغسلوا وشكوا عشان تصحصح. ايوه يا ريت. الله الله، المية منعشه هنا، حتى السمك جاي يقول صباح الخير. ايوه صباح الخير يا استاذ سمك. بص هو بيتنطط لفيفي. أنا جايبة فاكهة طازة لأي حد يكون جعان وعاوز يفطر. بعد كده ممكن تروحوا تعوموا. الله الله، شيء عظيم. فاكهة طازة وجاهزة للأكل. كويس إنها مش ممنوعة. الله. أنا مستغربة، فين آدم؟ راح يتمشى، لكن على ما تخلصوا عوم هيكون رجع. طالما آدم مش موجود، ممكن أسألك كم سؤال دول اللي في دماغي؟ تفضل، وأنا مستعدة أجاوب على كل سؤال لو أمكن. كده يبقى عظيم، أنا عايز أعرف أكتر عن الله. عن الله؟ شوف يا سيدي، الله في كل مكان وبيرشد كل مخلوقاته. لكن أنا عمري ما شفته. الله في كل مكان، في أعلى الجبال وفي قاع البحار وفي وسطنا موجود. هل معنى كده أنه موجود فينا؟ لو تسمع له وتطيع وصاياه. هو معاك إذا أنت معاه، ومعنى كده أنك تطيع وصاياه. ها؟ لكن أمال بقى
وسط السمكة مستنية. قال لك ايه؟ ليه حزين يا سمسم؟ كيز مستنى. حاضر يا استاذ. انا عندي شعور غريب، ما كانش لازم نسيب حول وحدها هناك. لو سمحت ممكن حضرتك تستنى معاها؟ حاضر حاضر. واحد اثنين. فيفي، تفتكر ان حوا ممكن تكون في خطر؟ تقصد عشان ادم مش معاها؟ مش متاكد، بس انا هكون مطمن لما اعرف ان جزمه معاها. غريبه، انا حاسه حاجه بتجذبني للشجره الممنوعه. حوا جت النهارده وبكره الجنه دي هتكون بتاعتي. دلوقتي اللي شغل فيه السم بتاعي، اولا النوابه تنويم مغناطيسي بعناية الشرير، واتكلم دغري الفكره. عمرها ما تتوقع القوه اللي عند الشيطان اللي تسيطر على رغباتها. ايوه يا اموره، بصي في عناية التعبان اهو بيتهيألي ان ادرس معه بيتكلم، لكن ازاي ده ممكن؟ بسيطة، تحكي تعقلين اتعلقوا ببعض. يبقى كده اتشرحت. ودلوقتي يا حلوة لازم تفكري في الفاكهة بتاع الشجرة دي، مش شكلها لذيذ تتاكل. ايه رأيك تدوقي حتة صغيرة بس؟ اه، لكن الله قال لنا ان الشجرة دي ممنوعة. طبعا، وان كلتوا منها وقلب التأكيد هتموتوا. ما صدقوش الكلام ده، انا كلت منها ولسه عايشة. انا عارفة، لكن ليه؟ ويا الله يمنحها عشان بخير. هو مش عاوز كنت اعرف الخير والشر عشان تبقى اسكية زيه، لكن دلوقتي عرفت اللعبة بتاعته، مش كده؟ لو هتصدقوه. على العموم دي شكلها مغري. يبقى كولي يا ام مرضية حلوة، كولي. هو كده، يلا مش هتندامي صدقيني. انا يلا خدي عطمة كبيرة. لا انا معرفش، انا عمري ما خلفت ربنا قبل كده. شايفة كان ايه ناقصك؟ حكمة. ايوه كولي. حوا حوا، هي بتعمل ايه؟ لا لا، من فضلك يا حوا ما تاكليش من دي، من فضلك بلاش. الزمالك بيفضى، قوتي بتضعف، انا لازم اتصل بسمسم. يخبر ايه ده؟ جزمه، دي اشارة انه بيناديلي. لازم ندعو عليه ونروح له حالا. انت اجري وانا هلحقك. ايه ده؟ مفيش حاجه، انتبه للي انت بتعمليه. اهو ده الطريق. ليه انت قطع مؤلذ بكتير خالص، اكتر ما كنت متوقعه. حوا حوا، انت بتعملي ايه؟ حوا مش ممكن اصدق. على ايه قلقان يا عزيزي ادم؟ حوا انت عارفة الله قال لنا ايه؟ ايوه، بس يظهر احنا ما فهمناش كويس. احنا فكرنا اننا بالتأكيد هنموت، لكن بصلي انا مش ميتة اهو. احنا الاتنين سمعنا للهول. بقولك ايه يا ادم، ما تعمليش فيها زي الناس العواجيز دي، كلها حتة فاكهة، خدلك قطمة. معرفة الخير والشر. مظبوط، بس قطمة صغيرة واحنا الاتنين هنعرف حاجات عمرنا ما عرفناها. حوا انا مش فاهم انت ليه بتعملي كده. عشان انا مراتك. وعشان انا بحبك اعمل اللي انت عاوزاه. ايوه يا جزمه، وصلتني اشارتك، ايه المشكله؟ سمسم يظهر ان ادم هياكل من الشجره الممنوعه. ها؟ ايه خبر؟ لازم امنعه. حاسب يا ادم حاسب، ما تدومش القطمه دي. سمسم تعبان، مش قادر الحقه. ازاي اقدر اخليه ما ياكلش اول قطمه؟ آدم إيه رأيك؟ دي جميلة جدا، بس أنا حاسس بشيء غريب. لكن الله قال ما تاكلوش منها، يمكن يبقى كويس إذا ما تعودناش عليها. آدم تعالى. لماذا تختبئ؟ هل لأنك تشعر بالخطأ؟ أخيرا لم تحفظ الوصية. لكن حوا خلتني اعمل كده. دي الحيه هي اللي كانت السبب في اغرائي. وانت ايتها الحيه، لانك فعلت هذا، ملعونه انت من جميع البهائم. على بطنك تسعين وترابا تاكلين كل ايام حياتك. حوا، بسبب هذا تكسيرا اكثر اتعاب حبلك، بالوجع تلدين اولادا. ادم، لأنك لم تطع
لن يسمح لك بالبقاء في جنة عدن من الآن أنت وكل نسلك. بعرق وجهك تأكل خبزك، وفي النهاية موتا تموت وتعود إلى الأرض التي خلقت منها. وهكذا بنظرة حزينة إلى الوراء دخل آدم وحواء إلى العالم بدون بهجة في حياتهم ولا معنى للفرح والسرور، لكن بقيت دموعهم كتيرة وألمهم أكتر. لكن دلوقتي يا أطفال حان الميعاد عشان ترجعوا مرة تانية أيام. رجعنا كيزمو. سمسم، الكتاب. الكتاب حقيقي حافظ وعده؟ طبعا. ممكن تحفظ انت وعودك؟ سمسم انت فين؟ ده بابا. انا جاي. انا مش شايفه. بابا انت فين؟ انا في الصندرة. وانت فين مفروض تكون؟ سعيدة يا بابا. وحضرتك كنت فين يا أستاذ؟ أنا كنت فاهم إنك راح تنظف المكان ده. أيوة، من فضلك سامحني. مش عايزك تتحجج بأي حجة خالص عشان ما تطعنيش. أيوة، أنا أعرف كل حاجة عن عدم الطاعة. مدهش، العجائب عمرها ما تنتهي. معنى كده تعمل كل أطلبه منك من غير ولا كلمة. أيوة يا بابا، أنا حقيقة عايز أكون ولد كويس. إيه رأيك تعمل أنت العشاء الليلة؟ ده مش دوري، أصل أنا عملته امبارح. هو ايوه هكون مبسوط قوي اعمله عشان خاطرك يا بابا. تعال يا شيشو خلينا نروح. مش مصدق عيني. وكده ازاي كانت البدايه؟ ازاي انا الكنز المخفي اتنشلت من تراب الزمن عن طريق ولد وبنت صغيرين في البيت اللي في اخر الشارع اللي على الناصيه اللي هناك؟ وده كان بس البدايه.